طيب عندي فريكة بالخضار والسمك، عندي فريكة خشنة من حبيبة، بصل، ثوم، جزر، فلفل حلو أحمر، فلفل حلو أصفر، كرات، بندورة، بهارات سادة ومرقة وزبدة وزيت زيتون ولوز للزينة. وهلأ السمك برضو في زبدة وملح وفلفل. هلأ السمك مع الفريكة، حكيت لماما بتقولي شو بدك تعملي، حكيت لفين بتقولي شو هذا، ما حدا يعني احتضني، ما حدا قال لي لا نجود روحي ادعسي، بس ولا بيهمني قال. كملت ولا بهمني، لعبت يعني هيك تخيلت الطعم في راسي وجبت الفريكة تعيد حبيبة وجربتها بالبيت. ماما بتطلع علي هيك بتعرفي انه خلص ماشي انه زاكي يعني. زاكي منيحة. الأصل الوصفة صراحة صعيدي. إيه؟ إنه باكلوا السمك بالفريك. تمام؟ هلأ أول إشي كل إشي مقطع صغير 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 زي ما إحنا شايفين عشان تلايم الفريكة. ببلش أنزل. إذن وصفتنا مصرية؟ مصرية معدلين نتفة. أوكي. نتفة لأنه ضفت عليها فليفرز أكتر يعني. زاكي. مع العلم الكرات بمصر كتير بحبوه. كتير كتير. إحنا مش كتير متعودين عليه بس طعمه كتير زاكي. بجنن. أعشقه أعشقه أعشقه. هلأ حطينا الجزر. أوكي. وحطيت الفليفلة الحلوة. ملونة. أنت هون الألوان بدك إياها، أنا هيك جعبالي. أصفر طلع مع أحلى هاي الألوان. روعة. هي شوي غريب إنه الفريكة مع السمك. أيوة. بس حلو واحد يغير. دائما أنا بقول الوصفات اللي إحنا تعودنا عليها خلص زهقنا. فمنحب إن نتعلم وصفات جديدة نغير. بس هي دك تعرفي الشغلة، البطل بهاي الأكلة الفريكة مش السمك. مش السمك. السمك أنا ما زدت عليه أي إشي لأنه في صوص حمراء. اوكي. وفي الخضره اللي موجوده مع الفريكه. وفي هيك البرزنتيشن انا اعمل تقديم هيك حلو حلو شوي. اصلا هذا اللي بيميزك انت جير بليت، الصحون اللي بتطلعها نجود جد زي لكنكم قاعدين بمطعم والدينر عم بيكون سيتد وعم بيجيكم صحن ورا الثاني احلى من الثاني، فروعه. بحب هذه الشغله فيكي. اي لاف يو ثانك يو. حلو البليتنج تبعك. ننزل كل الخضره. اوكي. احنا عشان اليوم معنا وقت كتير فبدي ادب كل شيء هلا على السريع في الطنجره. تمام. وهي يا بتلحق يا ما بتلحق. هيك الوضع عادي. انا بحب هذا الشيء. بعدين في الفريكه بتعشق الزبده. الزبده مظبوط بتعشقها بتعشقها بتطلع الطعم بتتشربها بطريقه يعني بتذوقي قد ايه الزبده طعمها واضح. طب قولي لنا كيف تطلع الفريكه تبعتك طريه مش يابسه ومنشفه. نمبر 1 تتاكدي ان المصدر تبعك. اوكي. فانا لانه انا بعرف بضاعه حبيبه ومتعوده عليها ما في اي نوع من انواع المفاجات بالنسبه لي ولا ادعيات ابدا مبدئيا. طيب فهاي شغله ما انفقستش انا ما انفقستش ابدا. شغله ثانيه بتنتقع بتنطفيها وبتكبي ميتها، ترجعي كمان مره بتكبي ميتها بعدين تتركيها تنتقع. اوكي. بعدين صراحه الفريكه دم بروف ما بتنحرق ما بصير لها اي شيء الا اذا يعني عكيتي عكه مش عاديه. بس هي وانس خفت المي منها بسكر عليها وبحطها على جنب خلص. بتخليها تفتح. يعطيك العافيه. هلا انا هي منقوعه اوريدي جاهزه. اذا تغسليها بتنقعيها شوي وبعدين بتعمليها بس اقل من الرز بتحطي له مي صح؟ على قد غمر. والفريكه بتاخذ فيك. الفريكه بتاخذ ما عندها اي مشكله مش زي الرز بنبض. الرز له عيار يعني. تمام. ننزل الفريكه. يلا البندوره قطعتها تقطيعه اسمها ما قطعتها على الاخر عشان بدي المشاهدين يشوفوا هذا المنظر. اسمها توميتو كونكاسي يعني بقيم القشره وبصدي البزر. اوكي. ليش ما بدي ما بدي البزر هي شايفه يعني. اوكي. بس انت مقشرتيها كمان. انا بس بدي اللحم.
أوكي. فبروح بقطعها هيك. اوكي، اذا نقشرها ونفضيها من البزر اللي جواها. يس، وبتتفضى من البزر اللي جواها. بعدين بتقسميها عادي. هاي اسمها توميتو كونكسي. اوكي، بس هاي بدك البندوره تكون قاسيه، يعني مش الطريه كثير. حسب استخدامها. انا وين بدي استخدمها. اوكي، صراحه صحه صحه. انتوا شباب بتيجوا عنا وبتبلشوا تكحكحوا. مين عم كحكح؟ كلهم رضا. سلامة قلبهم. عجد؟ منو من جوا منو. بعدين مروة اليوم عاملة شعرها على شعر. Very nice منو. هون احنا نسينا نحط التومة يا قلبي. ايش مالها؟ بدي احط التومة، ناسي احطها. اوكي. اوكي، تاخذ التومة. تطلع طيبة كثير. زاكية معها. اوكي. احنا بنعمل الملوخية بالفريكة، يعني ما بنعمل جنب رز، بنعمل رز، بس قصدي لما بيكون في عزايم بنعمل فريكة مع ملوخية. فجوزي أسامة استغرب كثير أولها إنه دائما الملوخية مع رز، مش متعودة مع فريكة، بس جربوها مع فريكة كثير زاكية. حبيب قلبي هذا البني آدم، الله يحفظكم. حبيبي. أزي 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 أزي. اوكي، أنا بقطع الباقي. هذيك مرة إجت طبعا نجود عنا، أنا دخلت أنا يم شهم ونجود وأسامة ما وقفوا حكي لساعتين لأنه غلبني كثير شهم لنام. حبيبي. اوكي، هاي حطيت بهارات. بهارات شو حطيتي؟ مشكلة. بهارات حلوة، يعني قرفة وهاي الأشياء زاكية فيها. وهاي ملح. ملح 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 ملح. اوكي. شوف شو سريعة نجود. شايفة الأكل قد إيه سرعة؟ سرعة. واضح انه معك وقت كثير. نخلص. I'm loving هذه روائح وشكلها والتقطيعه وكل شيء. هلا رح تحطي عليها مرقه. يس، بدي انزل عليها المرقه. بس خليني اقطع كمان شويه بندوره. قد بندوره فيها. اوكي، صح. مش في صرت احضر ام تي في جان والله. على الخفيف يعني. إيش ومنه؟ شو عاجبك ليتلي؟ Dancing with the Stars. لا، سيلبرتي دويتس قصدك؟ سيلبرتي دويتس. اسمعوا. ما إلي. كل ما بقول هاي البنت شوي تحسنت، شوي الذاكرة عندها يعني. مش ظابطة والله، مش ظابطة. هديك اليوم ما قاعدة عم باخذ صور من عند ليفون، فبعت لي اياهم على الفيسبوك. بقول لي مين هاي؟ بقول له انا. بقول لي كيف يعني؟ كان عرس اخوي وقتها قبل شيء 2013 2012 شيء زي هيك. بقول له والله انا. مش مقتنع. ما احنا شفناكي بالتنيير تشالنج اللي عملتيه. انا كثير بحب هاي الصورة، وان شاء الله بدي ارجع عيدها لان تصورتها بباريس. بموت يعني، تذكري حكينا فيها هاي الشغلة. بس تعرفي انك احلى هلا صح؟ وي ايج جريسفولي. بالضبط. واضح كل العيلة شكلها. اسم الله عليكم، الله يحميكم. حبيبتي فيك. انا كثير معجبة بالشيء اللي قدامي هلا. روعة. هلا بدنا ندوق ملوحتها، ندوق بهاراتها، نشوف شو الوضع. ملعقة صغيرة. وين ملعقتي انا؟ مش موجودة. كيف؟ زاكي. تاخذ كمان ملح. اوكي، بدناش اي نوع من انواع الحجج. تمام. ايش عملتي على الويك اند هذا؟ الويك اند. الويك اند صح. ناسية؟ نمتي؟ صابك مايجرين؟ مايجرين. يا عيني عليكي، مش راضي يروح فيه. مش عادي، بضل هيك. من النوع اللي بسكر الاباجورات وبيضله نايم؟ لا، بخلي نتفه الاباجور مشقوق نتفه علشان يعني. طيب حاضر. صرتي احسن هلا؟ الحمد لله. برجع كمان شهر إله زياره. لا هلا. ان شاء الله يكون هيك خفيف. طيب قولي لنا هلا قبل ما نطلع فاصل شو رح نعمل؟ بدي اتركه يغلي. اوكي. وانس غلي ونزلت ميته بسكر عليه وبوطي النار وبحطه على جنب. اوكي، عشان تتفتح كل ال الفريكه. طيب قولي لنا هلا شو رح نعمل؟ رح اعمل الصوص الحمراء اللي بتيجي مع السمك والفريكه. اوكي. صح لنا ما ماله شيء، يعني فيه رطوبه كويسه، بس الصوص بتلم الصحن. اوكي تمام. اعطوني مقاديرها. يلا
صوص الحمراء، صوص الصوص احمر، فلفل حلو احمر، بندورة، تومة، قرن فلفل حار، صويا صوص، زيت زيتون، سكر، وملح وفلفل. اوكي. هاي حارة حارة. اوكي. وبدنا نحط التومة. وين راحت تعيط التومة؟ وينا وينا؟ أكيد أخذوها. سحبوها. في وحدة تانية هلا بندبرها. اوكي. نقول كيسز، شوفوا شو بدنا نعمل. ناخذ هيك. لأنه بالآخر فيه. كله يا ساتر راح ينهرس ينضرب بالخلاط. فكرت بعدنا سليم سليم كله بالسليم. هي تعرفي هاي سلطة الدقوس؟ دقوس السعودية. دقوس دقوس الدقوس الدقوس. يا خراشي يا خراشي يا خراشي. أنا على فكرة جد جد لازم أعمل إشي بموضوع الأسامي. خلاص كثير عم تشكلي بشع. لا شو بدي اقول لك، يعني شهادتي مجروحه بصراحه. لازم اتصرف بالموضوع. ريم علا وعلا علي شف علي وشو اسمه ريمي علي وعلى عيشتي. خلص يلا بسيطه بسيطه. طيب شو حطينا هون يا قلبي؟ حطينا التومه والفلفل الحار والفليفل الحلوة الحمراء والبندورة. البندورة. تقطيعات مش إشي أساسي. لأنه بدأت تنطحن. نندبها بالبلند. برافو. ملح ما بدي أكتر لأنه فيه صويا صوص. أوكي. واللي عادلها هو. غريبة فيها صويا صوص. بدي أستعمل، ما هو فيه سمك. مش غلط نستعمل صويا صوص. مزبوط مزبوط مزبوط. لأنه أنا عم بطلع على الفريكة فشفت صويا صوص مع الصوص. فبس مزبوط فيه سمك. يعني عليكي. الله الله الله. اوكي انت يعني عامله الفريكه زي لكنها بطاطا بتيجي مع السمك او رز او سايدش. اوكي يعني هي أوكي. يعني مش عارفه ايش بحكوها، اللي بلم الصحن كله يعني. كيف وضع وعيه؟ لا بتجنني. واليوم كثير حلوه البن اللي عملتيها، مش بن، هاي بن البوني تيل ارنب. بتحسي انت بتحبي الاشقر من زمان؟ من زمان انت شقره؟ ما عمرك صبغتي اسود احمر؟ ادخل في الالوان. حط عندك. ايوه احمر بني واحمر ازرق. عملتيه كمان بني واحمر بنفس الهاي. مفصل باكثر من جهه. عرفت هذا الستايل. احمر بني واحمر بينك بيربل. عادي اكمل هيك على التلفزيون. هدول الوان مقطعين. بس يا الله في ما تشوفي امي بس اتخلت عليها وكان لون شعري بنفسجي. كله والاطراف كامل كله بيربل. جريئه كله بيربل كومبليتلي بيربل. انا لا ما عمري جرأت هاي الالوان. الكريزي كولرز بيروحوا بعد 3-4 غسلات. اوكي. مش البيرمننس الدائم يعني. لا بعدين مصيبه اضل قاعده بالبيت وبابا قاعد جنبي بيطلع علي انه يا ربي انا شو عملت بحالي علشان بدي تصبغ شعرها احمر ولا بنفسجي. بنفسجي. اوكي بدي احط نتفه مرقه. ليه؟ عشان بدي هاي شو بقولوا لها يعني ما تكون جامده، بدي اياها شويه مرقه الصوص تبعتي. تمام. اوكي هتغلي نتفه. حطيت السكر، حطيت الصويا صوص، راح احطها بس احطها هون بالبلندر. بالبلندر بالضبط. باللخاخ. باللخاخ. نجود قرب يصير لنا سنه، تخيلي. ما مو حاسه سنه، حاسه انه كثير بعرفك من زمان. كثير عرفتي. هذا الشعور. وانا كمان بس قصدي البرنامج وكل شيء. تخيلي قد ايه الوقت بمرق بسرعه. بيصير له بهار ونار سنه باول رمضان. او ماي جاد. وتخيلي قد ايه رمضان قرب. يعني كثير الوقت بمرق بسرعه. قرب رمضان. اللهم بلغنا رمضان. بس امبارح خلصنا. مو بقول لك امبارح خلصنا. بعدين في سربرايزز برمضان، استنونا ببهار ونار. نغشش؟ لا 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 مش مش حاضر حاضر. طيب خلينا نعمل هيك. كنت اتضايق وقت ما كنت بالمدرسة لما على طول اول ما تدخل الصف، لما تطلع صف جديد ورا بكحشوكي ورا اخر شيء. وبالصور دائما ورا. ورا ورا. ما انا كنت من الطوال فدائما برضه ورا ورا بدفوكي ورا. وين صفيت قدام؟
لما دخلنا الباسكت بول تيم ندخل وما حدا همنا، يعني انه حلو الشعور عرفتي انك انت لازم تكوني طويله واحسن طويلة لك احسن طويله عريضه كويس منيح اوكي لا نتفت صويا صوص خفيفة أوكي. هون بصفي حسب المذاق يعني دقوها وشوفوا إذا بده زيادة عين عليك في للأمانة للأمان بالمطبخ لما منحط أي إشي سخن جوا البلندر دايماً يفضل أنه طلع على إيدي شوي دايماً يفضل نحط عليها فوط المطبخ من فوق بالضبط. لا سمح الله ما بتعرف إيش ممكن يصير إنها تفقع بوجهك يعني. بس احنا اغراضنا كله تمام بس تعرف الموضوع ما بيخلى ما بتعرف مزبوط بس انتوا عشان تكونوا سيف حطوا فوطة مطبخ انترستينج تاخذ ملح وفلفل كمان يلا نعطيها اوكي الفلفل يا ساتر يا ساتر اوكي هاي نتفة الملح بتعرفي انها مش كتير حرة مش كتير لا ابدا اذا بلكن كان لازم اول حرام خلص لانه دائما هن تعود خلينا نمرق لهم اياها شوي ما اليوم ما بحبوا الحار بس انا بحبه اوكي اوكي هي عم تسالني ما بدك تحط شيء على السمك هلا انا عندي صوص واحد وعندي الفريكة اللي بهارة. فيها بهارات وخضرة وكل هاي الأشياء فيش عجق السمك أوكي very simple keep it extremely simple ما هو مرات لما بتخلي الأمور simple بطلع أسكى من ما كتير تعملي وصفات وأشياء ما بدها عجقة بتاخدي من الصوص بتقول من الفريكة بتاخدي من السمك بعدين تذكري حكيت لك يا قلبي أنا ما بدي السمك هو يكون البطل تاع القعدة تبعيتنا صح إحنا البطل تبعنا مين؟ انفينيكا الفريكة بالضبط الفريكة هاي السمكات على الخفيف ملح وفلفل وزبدة وزيت زيتون بكفي وزيادة صدقيني بدناش اشي تاني اوكي فيليه نحط شوية ملح بلبل اسود اوكي وايش وضع الفريكه خليني اشيك عليها لازم ميتها تخف خليها هلا ناخذ لسه بدها انت خصوصي تاركتيها شويه بدي مفتوحه بدي تطلع ميتها بديش تضل المي اوكي اوكي ايش بدي اخذ نتفه زيت زبدة. زيتون زيت وزبده اوكي احط الزيت بالاول عشان اذا حطيت الزبده راح تفحم وهي الزبدة حتى لاحظتي ما حطيت حتى طحين وسودت لا سودت بديش اياها سودت كثير يلا هيك نظبطها ورأسا منحط السمكات يس هي السمك كمان لأنه ما بده كتير وقت يدوبك فيه يدوبك بالضبط وهو فيليه فعالسريع ناخذ كمان واحدة بدكش تطلع انت اوكي باخذ الملعقة أو بتحطي عليهم من فوق I love this simplicity بأحلى طبعا تدري يا الله ما أزمل الريحة I love this حبيت الريحة حتى بدك تحكي لنا إشي إيش بدي بس قبل لأنه السمك هون ما بحبه خليني أحطه بالثلاجة بالثلاجة ما أحلى الريحة هاي البساطة اللي أنا عم بقول لك عنها أنا بحب هذا الإشي ما هو مش بالتعجيق كمان التعجيق حلو بمكانه وبوقته
بس البساطة it goes long way، يعني بتروح مسافات كتير 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 صح. حلوة وكتير بعيدة. لا وبعدين انت زي ما قلتي معجقة بالصوص وفي الفريكة، فهيك بيوازي الطعمات 100% تتوازن مش بيوازي. هي زي ما حكيتيها هي دي شو وضعنا. الله انا كتير معجبة بالريحة. شو وضعك انت يا حلوة؟ اهلا اهلا. نجيك الزيادة نحط هاي هون وقيم هدول عن وجنا. اوكي نعمل بليتي. يلا ورجينا كتكوت وابداعاتك. طيب اول اشي منجيب ورقة زي هاي منحطها هيك. اوكي بدي اقسم الصحن من النص. اوكي بمسك تشيلي بيبر بابريكا وات ايفر ات از نحطها هون ونبلش. حبيت. تمام اوكي بس هلا اهم شيء لما نيجي نرفع الورقه نرفعها صح صح عشان ما نتكتك ال اوكي تمام. بعمل لك شيء انا هيك. اوكي يا عيني يا عيني. اوكي هلا ناخذ مين؟ الفريك. الفريك ايوه. الله على الروائح. الله الله الله. ملعقه سيده ملعقه تن تر ديرن تن تن جد يلا وبنعمل. يا الله الريحه. ناخذ هيك. اوكي بسم الله. طب بدك تعملي زي لاين. اها بليت. تيستي. بدي ارفع مستواك نتفه. وتيني وتيني بدي ارفع مستواك نتفه. اذا في عندك نتفليكس وبتحضره احضر شيف ستيبل. طيب اوكي بدناش نطاوش يلا على الهواء. هو اللي بدا فيه. بعرف بعرف هو دائما ببلش. لا للببليك ماسز. اوكي اوكي منسامحه شوي منسامحه عشانك والله يا طيبة. طيب وحياتك بس عشانك. بالك علي معلش معلش بس عشانك مخرجنا بيضل ومنحبه وهيك. صح انا نسيت اقول له اخذت من عندك اخذت من عندك روزمري. ايميلي ايميلي سمع ايميلي سمع ايميلي سمع. في بلانت عنده على الديسك طبعا. هو رح يلاقيها ولا إشي بس عصيب كمان شوي أصدلك إياها. واو كثير سوفيستيكيتد هذا الصحن تيستي.